بعد 60 عاما من الاستخدام ستودع ألمانيا الطاقة النووية السلمية يوم السبت القادم بإغلاق آخر 3 محطات نووية وإخراجها عن الخدمة بشكل نهائي، بعد أن كان من المقرر أن يتم إغلاقها بداية العام الجاري، ولكن تم تمديد عملها بسبب النقص الكبير في الطاقة بعد قطع موسكو لإمدادات الغاز العام الماضي عن أوروبا، ما تسببه الطاقة النووية من إشعاعات شديدة الخطورة للإنسان والبيئة، وما تخلفه من نفايات شديدة السمية تعتبر أهم الأسباب لتخلي ألمانيا عنها، بالإضافة إلى الخوف من وقوع حوادث نووية. كل الدراسات والآراء التي تقول أن الطاقة النووية ليست خطيرة تنتهي عندما تقع حادثة نووية ويعيش الشخص في محيط المفاعل النووي، وهذا المحيط يعني منطقة إشعاعية كبيرة جدا، وبسبب هذه الخطورة قررت ألمانيا التخلي عن استخدام الطاقة النووية، وهذا ما يجب القيام به وهو القرار الصحيح. وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك صرح مؤخرا لمجموعة فونكا الإعلامية إن وضع الطاقة مستقر في ألمانيا وخزانات الغاز شبه ممتلئة، كما أن الغاز المسال يتم توريده بشكل كبير إلى السواحل الشمالية، لكن لأن المفاعلات النووية تؤمن 6% من استهلاك الكهرباء حاليا يخشى الحزب الليبرالي وبعض أحزاب المعارضة من حدوث انقطاعات لا يمكن تعويضها في شبكة الكهرباء، لذلك يطالبون بتمديد عمل المفاعلات لأشهر قادمة. يجب عدم السماح في كل الأحوال بحدوث انقطاع في شبكة الكهرباء، وبنفس الوقت لا يجب السماح باستخدام الغاز لإنتاج الكهرباء، وذلك بسبب ندرة الغاز حاليا. من المنتظر في الأيام والشهور القادمة أن يتم استخدام طاقة الكهرباء في التسخين أيضا. وزارة المناخ المسؤولة أيضا عن السلامة النووية صرحت في تقرير لها العام الماضي بأنه لا يمكن الاستمرار في تمديد تشغيل المحطات 3 إلا إذا تم قبول التنازلات المتعلقة بالسلامة، بينما حزب البديل ألمانيا الشعبوي يغرد وحيدا خارج السرب ويطالب بعدم التخلي عن الطاقة النووية أبدا. الذي يريد أن تكون دولة صناعية منافسة ومتقدمة، ولم يكن محظوظا أن تكون دولته محاطة بالمياه ولا تتمتع بخواص جغرافية وبركانية. يجب عليه أن يحافظ على الكهرباء التي ينتجها بشكل مؤمن وبسعر رخيص، وهذا يتم إما عن طريق الوقود الأحفوري والفحم أو عن طريق الطاقة النووية. بعد إغلاق المفاعلات سيتم إزالة عناصر الوقود عالية الإشعاع وتخزينها في مرافق التخزين المؤقتة، إذ يوجد 16 منها، بينما لا يتوفر حتى الآن مستودع دائم لتخزين النفايات في ألمانيا، وهذا ما يعتبر مهمة عصية، كما أن تفكيك هذه الأفران والمفاعلات وتخزين المواد المشعة سيكلف الدولة ما يقارب 50 مليار يورو. من ألمانيا دشات حاجي لقناة اليوم.